السلام عليكم. فيما يخص الكولينج تاورز، الكولينج تاورز تعتبر من الأجزاء المهمة جدا بالرفريجيشن سيستم بشكل عام. احنا أوضحنا سابقا ولو بشكل سريع خلال دراستنا للووتر كول كوندنسر أنه يكون تبادل حراري للووتر كول كوندنسر، هو بالحقيقة عبارة عن هيت اكسشينجر. فهذا الشيء الهيت اكسشينجر يصير تبادل حراري ما بين الرفريجرنت والووتر. الرفرجرنت يكون حار نوعا ما، لكن الووتر يكون بارد، فبالتالي الووتر راح يكتسب أو يمتص الحرارة من الفريون الحار، لأن يعني الرفرجرنت راح يتخلص من الحرارة يطرحها للووتر، وبالتالي الووتر راح يكون مثل ما وضح هنا يكون حار. فهذا الووتر راح يروح الآن للكولينج تاور. بالكولينج تاور راح يتم تبريده عن طريق تبادل حراري ايضا، لان الكولينج تاور هو بالحقيقه ايضا هو هيت اكسشينجر، يتم تبادل حراري ما بين الووتر الحار اللي هو ينزل من الاعلى، لكن الهواء يتحرك من الاسفل الى الاعلى، فبالتالي راح يصير ايفابوريتيف بروسيس، انه تبخر الووتر نتيجه التبادل الحراري مع الهواء، وبالتالي يبرد عند الووتر ويرجع مره اخرى إلى الريفريجيشن سيستم، وتنعاد السايكلز مثل ما وضحنا هنا اللي هي أوضحناها سابقا هذه العملية بالتفصيل. بشكل عام الكولينج تاور إذا أريد أن عرفه، الكولينج تاور is a specialized heat exchanger in which air and water are brought into direct contact. يعني يوضح هنا أنه الهيت هو عبارة عن heat exchanger، ونعرف أنه المبادلات الحرارية لازم عندي two fluids يصير تبادل حراري بيناتهم، اللي هو هنا بحالتنا الكولينج تاور راح يكون ما بين الهواء والووتر. الووتر هذا اللي هو يغادر الووتر كول كوندنسر، يغادر يروح للكولينج تاور، فبالكولينج تاور الووتر راح يتبادل حراريا مع الهواء عن طريق الـ direct contact with each other in order to reduce the water temperature. إذن الغرض الأساسي من الكولينج تاور إنه حتى يقلل درجة حرارة الووتر، حتى بعد مرة أخرى ترجع إلى الشيلر سيستم for example وتنعاد البروسيس بكفاءة جيدة. حالما هذا يحدث as this occur a small volume of water is evaporated، يعني يوضح هنا أنه من يصير تبادل حراري contact بين الهواء البارد ووتر الحار، جزء من الووتر راح يتبخر، اوكي، وهذا السبب لهذا السبب راح يؤدي الى reducing the temperature of water being circulated through the tower. وطبعا احنا هسه بالاناليسيس راح نوضح هذا البروسيس بشكل عام. قبل لا ندخل بالثرمودايناميك اناليسيس احنا نخلي assumption، واحده من اهم الassumptions انه evaporation process ما راح ناخذها بنظر الاعتبار. المهم نكمل الان حتى نوضح explain the cooling tower role in refrigeration system. حتى نوضح المبدأ مال الكولينج تاور ونعرف وظيفته الأساسية اللي هي وضحناها سابقا، هذه مجرد مراجعة سريعة، انه يعني هسه نروح على for example نكتب water cool condenser حتى تصير اوضح العملية. لو نبحث بالإيمج مثل ما واضح هنا بهذه الصورة اللي هو الشيلاند تيوب كوندنسر فور اكزامبل، نفترض انه الووتر يتحرك بالتيوبس داخل التيوبس هذه، لكن بالشيل يتحرك الريفرجرنت اللي هو الحار. فتلاحظون انه هذه البافلز اللي وضحنا سابقا وظيفتها انه حتى تبطئ عملية مرور الووتر، تحاول تأخر قدر الامكان بحيث يكون أو تأخر مرور الفريون، إذا فرضنا أنه الفريون يتحرك بالشيل، حتى يصير الكونتاكت بين الفريون والووتر الريفرجرنت والووتر يعني قدر الإمكان أطول فترة ممكنة، لأن أنا ما أريد يعني الووتر يقطع شوط صغير، ولهذا السبب راح يصير تبادل حراري، فبالتالي الريفرجرنت يخسر حرارته للووتر، فالووتر يسخن بالتدريج. لكن احنا نريد نحافظ على البرفورمانس مال كوندنسر بشكل جيد، فلهذا السبب قلنا احنا بالكولينج تاور راح نودي او نرسل هذا الووتر الى الكولينج تاور لغرض انه نبرده ويرجع مره اخرى يدخل للريفرجريشن سيستم بدرجه حراره قليله نوعا ما. مثلا يدخل الووتر للكولينج تاور عفوا للكوندنسر 28 يغادر 35. لو ما كان هذا موجود راح يستمر انه درجه حراره الانلت ووتر تزداد، وهذا راح يؤثر ايضا على اداء البيرفورمانس مال الكوندنسر. ولهذا السبب الكولينج تاور وظيفته جدا مهمه، لان تزيد الريفرجرنت افكت، تزيد الكوندنسر بيرفورمانس. ولهذا السبب احنا هسه راح ندرسه للكولينج تاور من وجهه نظر الثرمودايناميكس اناليسيس. ايضا من الاشياء المهمه اللي هي هذه الحشوات هذه الموجوده اللي هي تمثل الفول، هذه طبعا اشكالها مختلفه وتؤثر بالتاكيد، يعني اكو العديد من البحوث
اللي تتناول التصميم مال هذه الحشوة الخاصة بالكولينج تاور وتأثيرها على البيرفورمانس بشكل عام. أيضا من الأجزاء المهمة بالكولينج تاور أو الأنواع المهمة بالكولينج تاور اللي هو نوعين أساسيات، اللي هو الناتشرال درافت كولينج تاور والميكانيكال درافت كولينج تاور. بالناتشرال درافت كولينج تاور the air circulated through the tower by natural convection، اللي هو سبق وأن وضحنا بالهيت ترانسفير الناتشرال كونفكشن، أنه يصير تبادل حراري ما بين الووتر والهواء داخل الكولينج تاور عن طريق الناتشرال كونفكشن. لكن بالميكانيكال درافت مثل ما وضح هنا اكو فان، هذه الفان يعني راح تضغط الاير، يقول لك the air is forced through the tower by means of fans، يعني الهواء ينضغط من الاسفل عن طريق الفانز. احنا من الاشياء المهمه اللي ننتبه لها بالكولينج تاور انه النوع الاكثر كفاءه هو الكاونتر فلو كولينج تاور، اللي هو يكون الووتر يدخل من الاعلى اللي هو واصلني من الريفرجريشن سيستم من الكولينج تاور، يقدر يدخل للكولينج تاور من الاعلى والهواء يتحرك من الاسفل، فراح يصير يعني كاونتر فلو هيت اكستشينجر، هذا بالتالي راح يبرد المي ويرجع مره اخرى الكولد ووتر اوت تو ذا كونديسر مثل ما موضح هنا، وراح تنعاد السايكل مره اخرى هنا بحيث يصير تبادل حراري بين الريفرجرنت الهوت وورم ريفرجرنت اند ذا كولد ووتر ان ذا كونديسر. ايضا من قبل ان ندخل بالثيرموداينامكس اناليسيس ضروري نعرف شنو الرينج اند ابروتش اوف ذا كولينج تاور. الرينج نقصد به is the reduction in temperature of water through the cooling towers، اللي هو موضح هنا يعني هذا الووتر ان والووتر اوت الفرق بيناتهم يمثل الرينج. لكن الابروتش هو the difference between the wet bulb temperature of entering air and the temperature of the leaving water، يعني هذا هو موضح الابروتش. تصور واضح جدا انه الفرق ما بين ال wet bulb temperature اوكي وال water temperature اللي تغادر ال يعني الكولينج تاور، هذا فيما يخص الرينج والابروتش. الان فيما يخص الثيرمودينامكس اناليسز للكولينج تاور، احنا طبعا من نريد ندرسها كثيرمودينامكس اناليسز احنا راح ندخل بعض التفاصيل اللي تخص النيوماريكال اناليسز مثل ما موضح هنا. احنا عندنا هذا برج التبريد، فمثل ما تلاحظون يقسم برج التبريد الى نقاط او عده سيكشنز اكثر من سيكشن حتى نحله نيوماريكالي اوكي، يعني نحله عدديا مثل ما يعني الطرق العددية كثيرة هي بالهيت ترانسفير والعلوم المرتبطة بها. فهنا هذه التمبرتشرز المنطينية تمثل درجة حرارة الووتر اللي هي 29-29.5 اوكي، وهنا مثلا الهواء اللي يدخل من الاسفل لكن الووتر يدخل من الاعلى، فبالتالي راح يصير عندي هنا كاونتر فلو هيت اكستشينجر. فاحنا نعرف انه الووتر يدخل بدرجة حرارة 34 لكن بالتدريج شيئا فشيئا من ينزل نتيجة انه التبادل الحراري ويا الهواء، نلاحظ انه نقصان درجات الحرارة الخاصة بالووتر، يعني هنا 34-33.5 تنزل يعني حتى هنا 29.5-29 اوكي 29، فاكو انخفاض بدرجات الحرارة. هذا الانكريمنت ان تمبرتشر يعني مقدار الانخفاض اللي هو الدلتا تي بالتمبرتشر نرمز له دلتا تي، واحنا هنا راح نلاحظ انه نعطيه فد ديجري معين، مثلا هنا مقدار الانخفاض هو 0.5 ديجري سلسياس مثل ما تلاحظون هنا 29.5 هنا يصير 0.2 يصير 30.5 31 وهكذا، يعني الدلتا تي راح تكون 0.5 ديجري سلسياس. فيما يخص يعني الاناليسز لهذا النوع اللي هو مثل ما وضحنا كاونتر فلو كولينج تاور، انه يكون اتجاه الهواء والووتر متعاكس، فبالتالي احنا عندنا راح يصير هنا مثل ما موضح one design of cooling tower is the counter flow type، اللي هو راح نعتمده بالاناليسز الووتر يتحرك معاكس لاتجاه الهواء. In which air pass upward، يعني الهواء يتحرك من الاسفل الى اعلى بينما الووتر لا يتحرك انه يسقط falling a spray of water، ينزل يتحرك للاسفل. فراح نفترض انه جي اللي هي تمثل الماس فلو ريت الخاصه بالهواء الاير، لكن الال تمثل الماس فلو ريت الخاصه بالووتر. ايضا احنا راح ناخذ فد اليمنت، يعني راح ناخذ فد اليمنت من هذه الكنترول فوليوم نقدر نسميه، ناخذ فد اليمنت حتى نشتغل عليها اللي هي هذا الاليمنت اوكي. فهنا احنا نعرف انه قلنا وضحنا انه الووتر يتحرك من الاعلى، فبالتالي التمبرتشر مال الووتر راح تكون هنا تي اوكي، بينما هنا الووتر يتحرك من الاسفل الووتر يعني راح يكون الى جي اللي هي كل جرام بير سكند، تدفق الكتلي للهواء هو جي بينما تدفق الكتلي للووتر هو ال.
نلاحظ أنه هنا تي، لكن هنا تي ماينس دي تي للدلالة على أنه درجة الووتر كل ما يتحرك للأسفل راح تنخفض، لأن يفقد، لأن الووتر هنا حار فيفقد حرارته للهواء. فبالتالي هنا نلاحظ أنه الانثالبي مع الهواء هو أتهي، لكن بهذا الليفل نلاحظ أنه الهواء الانثالبي مالته ارتفع. ليش؟ لأن اكتسب حرارة من الووتر فصار بلس دي اتش اي. فهذا لازم ننتبه لها، يعني ليش هنا زائد وليش هنا ناقص؟ هنا ناقص لأن تمثل درجة حرارة الووتر، هي بالتأكيد تنخفض، أوكي، لأن تفقد حرارتها. فهذا هو فيما يخص الديفرنشال فوليوم أو الاناليسز اللي راح نعتمدها، أنه ناخذ شريحة أو إليمنت لكل سكشن ونشتغل عليها الثيرمودينامكس اناليسز مالتنا. ايضا هنا مثلا احنا نعرف من الانرجي ايكويشنز انه ريت اوف هيت ريموفد فروم ووتر اللي هي دي كيو تكون مساويه للريت اوف هيت جين باي ذا اير، يعني الحراره اللي يفقدها الووتر، لان الووتر يكون درجه حرارته اعلى من الهواء، فبالتالي الحراره المكتسبه بالهواء تساوي الحراره المفقوده من الووتر. فبالتالي الجي في الدي اتش اي يساوي الال في 4.19 في الدي تي. هنا إذا الجي هي للهواء، الدي اتش اي دي عند دلتا التغير، فهو التغير بالانثالبي اتش اي 1 ماينس اتش اي بالزيرو. هنا فرض على سبيل المثال فرضنا انه هنا هذه ستيت 1 وهذه ستيت 0، فراح يصير اتش 1 ماينس اتش اي بالزيرو يساوي ال اللي هو تدفق الكتل للووتر، ماخذيها من ال ليكويد، والجي غاز اللي هو هواء، الهواء الاير هو غاز فرمزنا للجي، والووتر هو ليكويد فرمزنا للتدفق الكتلي مالتي ال. السي بي مال الووتر كلنا نعرفها، وهذه هي الدلتا تي. الان بعد ذلك احنا هذه الايكويشنز، يعني الايكويشن 19 واحد، عندي ايكويشن ثانيه اللي هي تخص البرنسيبل اوف انثالبي اللي هي 19.2. الاتش سي اللي هو الكونفكشن كوفيشنت، الاتش اي هذا اللي يمثل الانثالبي اوف ساتوريتد اير بس محسوب ات الووتر تمبرتشر، والاتش اي هو الانثالبي اوف اير. السي بي ام هو سي بي هو سبيسيفيك هيت، لكن الام نرمز لها للمويست اير. هذه المعادلة 19.1 و19.2 راح نركبهم اثنيناتهم، نسوي كومباين ونسوي يعني نفصل الحدود بحيث نكامل هنا من الصفر للأي، مجرد انه نفصلهن، يعني الانثالبي هنا نقل للجهة هذه ونكاملها، هذه من نكاملها with respect to A راح يكون هذه كلها عبارة عن constant، فمجرد هذا راح يكون A. وأيضا هذه نفس الطريقة، يعني راح يكون التكامل اللي احنا نحتاجه والمعادلة اللي نحتاجها في حل المسائل الرياضية بهذا الموضوع، هذه هي المعادلة 19.4 اللي هو HCA على CPM اللي هي Number of Transfer Unit، إذا تذكروها بالهي ترانسفير تساوي 4.19 في ال L اللي هو التدفق الكتلي للووتر. الدلتا T هسه احنا راح نوضح شنو نقصد بيه، اللي هو الفرق بين درجات حرارة الووتر للإليمنت. هنا Summation 1 على HI minus HAM اللي هو عن طريق الـ Stepwise Integration اللي هو Numerical Method، هسه راح نتعلم شلون نحله عن طريق هذا المثال اللي موضح بالأسفل. هذا هو المثال، مثل ما تلاحظون هنا أنا عندي counter flow cooling tower operate with water flow rate. أنا من أشوف cooling tower أخلي بالي أنه أنا أحتاج شيئين، أحتاج water وأحتاج air. للwater أحتاج أول شيء أعرف، يعني مثلا إذا أريد نشرحها بهذه الطريقة راح نشرح هنا بالملف الوورد هذا. هنا مثلا أول شيء أنا أحتاج الفلوريت مال الووتر اللي هي 18.8 منطينيها، والفلوريت مال الهواء 15.6 كيلوغرام بير سكند. كاتب لي هنا الويت بالب تمبرتشر للهواء الداخل 25، ومعطيني الـ HA 76، ومعطيني التمبرتشر مال الووتر اللي تغادر وتدخل للكونتلين تاور، يعني الانترينج تمبرتشر أوف ووتر 34، واللي تغادر الليفينج ووتر تمبرتشر هي 28. فنريد نحسب الـ HCA على الـ CPM اللي هو يمثل حتى أعرف الـ performance مال كولينج تاور. كاتب لي هنا for 3 section لثلاث مقاطع، كاتب لي هنا using stepwise integration with 2 degree Celsius increment change in water temperature، ومطينا هذا التيابل حتى أحسب من الـ HI. أوكي، فإحنا حتى نبدأ نحله، يعني هذا المثال مجرد أنه راح مجرد ناخذ هذه صورة لها نحتاجها بعدين. أول خطوة المعطيات الموجودة عندي مطيني التدفق الكتلي للووتر هو 18.8، وتدفق الكتلي للهواء 15.6، مطيني temperature of water in and out 34 ب28، ومطيني ال HA
بالإنترينج، فمعطيني إنفيتر زيرو اللي هو بالإنترينج اتفق عليها 76. فمن نريد نبدي الحل، أول خطوة نطبق هذا القانون اللي هو بالنيوميريكال ميثود، الدلتا تي حتى أعرفها، أنا أعرف أنه مثلا هذا هو، هذه هو الووتر تمبرتشر يدخل 34 مثل ما معطيني اياها، ويغادر ايش قد 28. فاحنا نريد نعرف السكشن ايش قد، هو كاتب لي 3 سكشنز، اوكي كاتب لي 3 سكشنز، فكل اللي اسوي انه مجرد اكتب انه تي ووتر ان ماينس تي ووتر اوت على النمبر اوف سكشن. انا حتى يعني النمبر اوف سكشن هذه هو يعني حتى احسبها كاتب ليها 3. شلون حسبتها 3؟ انه مجرد اقول انه دلتا، يعني دلتا تي ووتر راح تكون هنا بالمقام، فالنمبر اوف سكشن هي تي ووتر ان اللي هي 34 ناقص 28 على 2، ف 6 ماينس 6 ماينس 2 تساوي 3. طبعا هذه هو فيما يخص ال 3 سكشن اللي معطيني اياها هنا بهذه الملاحظه بهذا السؤال. فاذا مجرد انه نعوض يعني 34 ماينس 28 ديفايد باي 2 6 ديفايد باي 2 3، هذه 3 هسه نجي نقسمها. احنا قلنا انه بالسؤال مثل ما نلاحظ كاتب لي انه الووتر تمبرتشر انترينج ذا كولينج تاور 34 واللي تغادر 28، فمجرد انه اكتب هذه ال 34 وهذه 28 راح ابدا الترقيم بال 28 من الصفر، اوكي، وهنا 3 سكشن، فالسكشن هذا راح يصير 0 1 2 3، هذه البوينت. السكشن مثل ما موضح بين البوينت 0 والبوينت 1 هذا يمثل السكشن رقم 1، بين البوينت 1 والبوينت 2 اللي هي درجه الحراره تزداد احنا 2 2 مثل ما مكتوبه هنا، كاتب لي هنا الستيب وايز انتجريشن 2 ديجري 2 ديجري سلسيوس انكريمنت تشينج ان ووتر تمبرتشر. فانا مجرد انه اكتب انه ال 34 ماينس 28 على 2 طلعت لي 3 سكشن، والدلتا تي هو 2، فمن 28 لل 34 اتحرك 2 ديجري سلسيوس، يعني هنا درجه حراره 28 اضيف لها 2 تصير 30، اضيف لها 2 32 34، فهنا 0 1 2 3. السكشن الاول بين الصفر والواحد، السكشن الثاني بين الواحد والاثنين اللي هي بين يعني بوينت 1 وبوينت 2 سكشن 2، وسكشن 3 بين 32 وبين 34 اللي هي ستيت 2 وستيت 3، هذه هي الثري سكشن. هذه طبعا من ضمن حل السؤال رسم السكيماتيك دايجرام للكمبيوتيشن دومين مالتنا اللي هو الكونكت تاور، لازم نرسمه. فالوركينج برنسبل ببساطه انه الووتر يدخل من الاعلى والهواء يتحرك من الاسفل، فيصير تبادل حراري بيناتهم. فلهذا السبب نلاحظ انه درجه حراره الووتر تنخفض باستمرار، تبدي 34 تبدي تنخفض 32 30 28. ايش قد مقدار الانخفاض؟ هو درجات حراره 2، يعني درجتين حراريتين 2 ديجري سلسيوس. شلون عرفت 2 ديجري سلسيوس؟ لان معطيني اياها بالسؤال كاتب لي 2 ديجري سلسيوس. فالان بعد ان رسمنا هذا نبدا هسه اول شيء سكشن سكشن، نبدا بسكشن رقم 1 مثل ما وضحنا بهذه الصوره. السكشن واحد قلنا بين الصفر والواحد اللي هو هذا، بين الصفر والواحد عندي هذا سكشن رقم واحد، درجة الحرارة 28 ودرجة الحرارة هنا 30، فمجرد أكتب هنا أنه هذا 30 هذا 28 هذا سكشن 1. قلنا إحنا هنا من الأعلى يتحرك الووتر، الووتر تدفق الكتل لمالته 18، بينما تدفق الكتل للهواء لأن غاز فأعطيت رمز جي هو 15.6. الـ HA نوت 76 هذه منطنيها بالسؤال، الـ HA منطنيها مثل ما تلاحظون الانترنج اير از ايش قد الانثالبي مالته 76 كيلو جول بير كيلوغرام. فمجرد انه اني اطبق هذا القانون اللي هو جي في الاتش اي 1 ماينس اتش اي نوت يساوي ال في ال 4.19 في الدلتا تي، فاحنا حتى نتفق على صيغه اللي هي هذا القانون راح نعتمده احنا، بس مجرد انه نغير بالارقام مثل ما هسه نوضح لاحقا اللي هو هذا، لأن راح يكون عبارة المسألة عن نيوميريكال ميثود حتى ممكن نحل بيها ال كولينج تاور ديزاين. مجرد إنه هذه راح أغيرها حتى تكون هذه المعادلة نركز عليها لأن راح نحتاجها بالحل. هذه المعادلة هذه هسه راح أطبقها للسكشن رقم 1 HA1 يساوي L على G في الـ 4.19 في دلتا T بلس HA0. أنا HA1 مجهول عندي، HA1 HA0 عندي، لكن HA1 ما عندي، يعني عندي بنقطة 0 HA الانثالبي مال الهواء، لكن الانثالبي مال الهواء بستيت 1 ما عندي، فأريد أحسبه. فشلون أحسبه من هذا القانون؟ HA1 يساوي L هي 18.8 تدفق الكتلة للووتر،
على 15.6 تدفق الكتلي للغاز في 4.19 في الدلتا تي 2 بلس الـ HA نوت بزيرو 76. فمجرد عملية حسابية بسيطة يطلع عندي الـ HA1، فهو راح يكون بروسيجر ثابت. بعد نحسب الـ HAM اللي هو المين انثالبي اوف ساتوريتد ووتر اير للهواء، فمجرد HA1 بلس HA نوت على 2، هذا الـ HA نوت اللي هو عندي 76 اجمعه ويا الانثالبي اللي هو 60 احنا حسبناه 86.0989 وقسمه على 2 راح يطلع عندي المين انثالبي. بعد ذلك اني احسب المين ووتر تمبرتشر، لان انا عندي هنا شنو عندي درجه حراره 30 ودرجه حراره 28، فاجمعهن حتى احسب المين تمبرتشر اللي هي مجموعهن على 2، ف 30 زائد 28 على 2 تطلع 29. بعدها اروح هسه للتيبل اللي هو شنو درجه حراره 29، اروح للتيبل الموجود عندي بالسؤال اللي هو هذا اللي احنا قلنا هذا راح نحتاجه بال 29 هنا اللي هي هذه درجه الحراره. الانثالبي اللي هو الاتش اي راح يكون عندي 94.8، فنروح من التيابل عند هاي درجة الحرارة المين الأفرج راح يكون عند الـ HI أيضا اللي هو راح يكون المين، لأن حسبته عند المين تمبرتشر اللي هو 94.8 اللي هو حسبناه من هذه. فبعدها مجرد أنه أطبق المعادلة الأخيرة القانون اللي عندي اللي إحنا قلنا إحنا نحتاجه اللي هو أقصد به هذا القانون، هذا القانون نحتاجه قلنا بالسوليوشن مالتنا اللي هو كويشن 19.4 بالكتاب المقرر هذه ستوكر اللي هو هذه، مجرد أعوضها 4.19 في ال دلتا تي هذه كلها موجودة عندي، مجرد أعوض للمعطيات الموجودة عندي والحسابات اللي حسبتها مثل ما وضع هنا عندي آني 4.19 18.8 هنا 2 اللي هي دلتا تي هنا 1 على اتش اي اللي هو أنا حسبته من الجدول 94.8 ماينس الـ HAM اللي هو 81 الـ HA اللي أقصد به هذا، هذا راح يكون الـ HAM اللي هو هذا 81 اللي هو حسبته آني. أوكي، فمجرد أنه نعوضهن راح تطلع عندي هذه القيمة بسكشن number of transfer unit بس وين بسكشن رقم 1 11.45 اللي هو وحداتها ننتبه لها كيلو وات بير كيلو جول بير كيلوغرام of enthalpy difference. هذه البروسيجر راح نعيدها المن للسكشن 2، بس حتى نعيدها للسكشن 2 راح ننتبه احنا عندنا هذا، احنا سكشن 1 كان بين 30 و 28، سكشن 2 راح يكون بين 30 و 32، فمجرد انه انا راح اغير الارقام راح اقول سكشن 2 بين 32 وبين 30، هذه راح تكون 0.1 و 0.2. الحل هنا راح يكون هنا نفس البروسيجر، مجرد انه نغير، مو سابقا كنا احنا نريد نحسب HA1 لان هنا كان عندي HA نوت عندي لكن HA1 ما عندي، هنا لا يختلف الـ HA1 راح يكون موجود عندي لان حسبته من السكشن 1. فمجرد انه نطبق القانون بس نغير بالارقام، يعني سابقا كان عندي HA1 هذه اذا تلاحظوها كان عندي هنا HA1 يساوي LGCP دلتا تي اتش اي نوت، هذه النوت راح نخليها 1 والاثنين هذه راح تكون مكان الواحد، احنا اتش اي 0.2 مجهولة عندي، فمجرد ايضا تعويض بسيط الاتش اي 1 86 لان حسبناها من هذه الاتش اي 1 اللي هي هذه 86، فبعدها انه مجرد نعوض راح يطلع عندي الاتش اي 2 96، ايضا نفس الشيء الاتش اي 1 والاتش اي 2 لان انا عندي سكشن 2 بين 1 و2 اخذ الانثالبي بستيت 1 والانثالبي بستيت 2 اجمعهن واقسمهن على 2 راح يطلع عندي شنو راح يطلع عندي الاتش اي مين. فبعدها انا اروح للووتر تمبرتشر ايضا اطلع المين تمبرتشر لان انا عندي 32 وعندي 30 هاي درجه حراره الووتر، فاطلع المين مالتها اللي هو 32 زائد 30 على 2 31، واروح من التيبل حتى احسب الاتش اي فاروح هذه 30 هذه 31، الاتش اي اللي قابل ال 31 هو 105 فاكتب الاتش اي 105 مثل ما تلاحظون، هذا الاتش اي اللي هو حسبته من التيبل المنطنية بالسؤال ات المين تمبرتشر اوف ووتر 31، فايضا راح يكون مجرد تعويض بسيط. فبعد ذلك من حسبنا من التيبل الاتش اي نطبق القانون وال 105.3 نطرحها من ال 91 وراح تطلع عندي الاتش سي بي اي على سي بي ام بستيت 2، هذا فيما يخص الـ number of transfer unit بسكشن رقم 2، نفس البروسيجر راح نعاد بسكشن number 3 مثل ما تلاحظون هذه الستيت راح تصير هنا، يعني هسه اذا نرجع للسكيماتيك دايجرام راح السكشن 3 راح يكون بين ستيت 2 وستيت 3 فدرجة الحرارة 32 ب 34، فراح مجرد انه نفس البروسيجر
نحسب أول شيء الـ HA3 اللي هو الـ LHG في الـ 4.19 دلتا T بلس الـ HA2. الـ HA2 هو حسبنا، إحنا مو نشتغل Section 3، الـ HA2 حسبنا من الـ Section 2 اللي هو إيش قد كان قيمته؟ الـ HA2 96، فمجرد نكتب هنا إنه زائد 96، وهذه نفسها الـ mass flow rate للليكود للووتر ليكود 18.8 divided by the gas flow rate اللي هي تمثل الهواء 15.6 بالspecific heat of water 4.19 multiplied by the stepwise هذه temperature increment 2 degrees Celsius، فيطلع عندي ال HA3. فمن طلع عندي ال HA3 أنا مباشرة أجمعه ويا مع ال HA2 حتى طلع المين enthalpy of air. بعدها طلع عندي ال HAM، أحسب المين تمبرتر اللي هي بين ستيت هنا يعني 34 و 32، فراح تكون بلس ديفايد باي 2 راح يصير 33. فأروح من التيابل عدل 33 تمب ديجري سيلسيوس راح يطلع عندي الـ HI 116 مثل ما تلاحظون 0.8، هذه 116.8 الـ HI at المين تمبرتر. فأيضا نطبق هذا القانون للستيت اللي هي كويشن 19.4 نطبقها أيضا للسكشن 3، مجرد أنه هنا راح يكون الاختلاف بالإنثالبيس. بعد أن كملنا وحسبنا النمبر أوف ترانسفير يونت بكل سكشن راح نجمعهم كلهن حتى نطلع الأوفرول يعني نمبر أوف ترانسفير يونت اللي هو الـ HC في الـ A على الـ CPM، نجمع بالسكشن 1 وسكشن 2 وسكشن 3 وراح يكون عندي 32.7193 بس الوحدات مالته مثل ما تلاحظون كيلوات بير كيلوجول بير كيلوغرام. هذا فيما يخص الثيرموداينامكس أناليسيس للكولينج تاور. شكرا جزيلا.